مدينة الدار البيضاء، مثلت الجهود المتواصلة لفرق إنقاذ من تحقيق تقدم مهم في أشغال الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل عيان الذي سقط على عمق 32 مترا في ثقب مائي قرب منزل العائلة، الواقع بمتشا إيغان بجماعة تماوت بإقليم شفشاون. وأفاد مصدر من السلطات المحلية بإقليم شفشاون بأن أشغال الحفر الأفقي التي انطلقت عشية الجمعة بعد تجاوز مشكل انهيار التربة وتأمين الموقع مكنت من الشروع في إحداث فجوة أفقية في المسافة الفاصلة بين الثقب المائي والحفر الموازية التي أحدثتها الجرافات، وتتواصل طيلة ليلة الجمعة والسبت أشغال الحفر الأفقي مع عمليات تثبيت الجوانب لحماية فرق التدخل من مخاطر انجراف التربة. وقد انتهت أشغال الحفر العمودي على عمق يصل إلى 32 مترا زوال الجمعة، كما تم القيام بمجموعة من المعاينات من طرف مهندسين طبوغرافيين وخبراء الوقاية المدنية حول طبيعة التربة المحيطة بالثقب المائي لتفادي أي حوادث عارضية قد تؤثر على عملية الإنقاذ. وبعد انطلاق أشغال الحفر الأفقي تسبب انهيار الأثرية في وقف العملية بشكل اضطراري ومؤقت حفاظا على سلامة المنقذين، حيث تم تثبيت جوانب الحفرة وجوف الأتربة المتساقطة باستعمال الجرافات قبل استئناف الحفر الأفقي بشكل حثيث من طرف فريق من المتخصصين. ومع تقدم أشغال الحفر الأفقي يتم تثبيت القنوات خسانية لتمكين المنقذين من التقدم في الحفر الأفقي بشكل آمن. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في، هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. مثلت الجهود المتواصلة لفرق إنقاذ من تحقيق تقدم مهم في أشغال الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل عيان الذي سقط على عمق 32 مترا في ثقب مائي قرب منزل العائلة، الواقع بمتشا إيغان بجماعة تماوت بإقليم شفشاون. وأفاد مصدر من السلطات المحلية بإقليم شفشاون بأن أشغال الحفر الأفقي التي انطلقت عشية الجمعة بعد تجاوز مشكل انهيار التربة وتأمين الموقع مكنت من الشروع في إحداث فجوة أفقية في المسافة الفاصلة بين الثقب المائي والحفر الموازية التي أحدثتها الجرافات، وتتواصل طيلة ليلة الجمعة والسبت أشغال الحفر الأفقي مع عمليات تثبيت الجوانب لحماية فرق التدخل من مخاطر انجراف التربة. وقد انتهت أشغال الحفر العمودي على عمق يصل إلى 32 مترا زوال الجمعة، كما تم القيام بمجموعة من المعاينات من طرف مهندسين طبوغرافيين وخبراء الوقاية المدنية حول طبيعة التربة المحيطة بالثقب المائي لتفادي أي حوادث عارضية قد تؤثر على عملية الإنقاذ. وبعد انطلاق أشغال الحفر الأفقي تسبب انهيار الأثرية في وقف العملية بشكل اضطراري ومؤقت حفاظا على سلامة المنقذين، حيث تم تثبيت جوانب الحفرة وجوف الأتربة المتساقطة باستعمال الجرافات قبل استئناف الحفر الأفقي بشكل حثيث من طرف فريق من المتخصصين. ومع تقدم أشغال الحفر الأفقي يتم تثبيت قنوات خسانية لتمكين المنقذين من التقدم في الحفر الأفقي بشكل آمن. إذن متتبعي قناة شوف تي في، كنتوا معنا في بلاغ خصوص الحالة ديال إنقاذ الطفل عيان بخصوص الحالة ديال الطفل عيان، ونتمنى من الله أن يتم الإنقاذ ديالو في الوقت العاجل نظرا للظروف اللي تتعافها التربة ديال عين المكان. إذا متتبعي قناة شوف تي في، إلى هنا استودعكم الله وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.